بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا الناس فهمت الكلام عن ايه؟ عن الباسورد. طبعا الانبوت اللي معانا يا جماعة في السيريز ديت في السيشن ده عبارة عن الباسورد، والباسورد واحد من ضمن الفيلدز المشهورة جدا والأساسية أحيانا في الفورمز يا جماعة. طبعا انت اكيد فهمت الافتراضي بتاع الباسورد انها بتكون هاش على الشكل ده. ديت فايده الباسورد انها تكون مستخبيه. طبعا في الغالب الناس بتميل ان هي تستخدم اثنين تكست فيلد او اثنين انبوت فيلدز للباسورد، وتربط ما بين الاثنين بجمله اف. في الجافا هنحاول نعرف الكلام ديت علشان نتاكد هم بيعملوا الاثنين دولت ليه، علشان يتاكدوا ان ان انت بتكتب الباسورد بشكل صحيح. حتى لو المره الاولى كتبتها بشكل غلط، المره الثانيه المفروض ما تكتبهاش بشكل غلط، او تاخد بالك يعني انت بتكتب انجلش او بتكتب عربي. ففي الحاله ان انت كتبتها مرتين فانت الموضوع بيجي مش مصادفه معاك، يعني لانك انت كده قاصد. حتى لو كنت الامور طلعت كان فيها سند غلط في المره الاولى، فالمفروض انها ما تبقاش غلط برضه في المره الثانية. ده بخصوص انتر باسورد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.